كانت كلها يعني تنتمي إلى التيار الإخباري وتحولت إلى التيار الأصولي، ولا من الأصل كان التيار الأصولي؟ والله أنا طبعا لا أدعي أنه أنا يعني باحث وخبير في الحركة الدينية، وإحنا في حلقتنا يعني في البعض علق في يعني أنا ربما يعني نعم ربما يمكن هناك من هو أكثر مني في الاهتمام بالتاريخ. لا إحنا ما رح ندخل على الفروقات، لكن كانتماء هو شوفي أنا من بين الأشياء اللي أعتقد بها قد جرت ضمن تحول تاريخ الاختطاف هذا ضمن تاريخ الاختطاف هو أمرين. الأمر الأول وهو أنه المدرسة الأساسية اللي كانت موجودة بين الشيعة العرب في العراق وشرق الجزيرة هي المدرسة الأخبارية للمذهب الاثنى عشري، وهي مدرسة بالمناسبة تختلف اختلاف جذري عن المدرسة الأصولية. المدرسة الأصولية مدرسة أصولها كانت فارسية وتنتمي، ونحن يعني نحتاج أن نوضح حاجة بسام، يعني لما نقول الشيعة في إيران ليس كل الشيعة في إيران صفويين ويعتقدون بولاية الفقيه، وحتى شيعة البحرين بل كثيرين من عجم البحرين لما تجلس معهم بالكاد يعرفون ماذا تعني أنت بموضوع ولاية الفقيه وغيره والصفوية هذه الموجودة. فهي جزء من تاريخ التكوين السياسي الذي ظهرت في إيران من بداية القرن السادس عشر من تشيعها. وبالمناسبة تشيع إيران لم يكن لسبب ديني، يعني هذا ليس افتراء مني على إيران، التشيع الذي تم في بداية القرن السادس عشر كان لسبب سياسي ليس أكثر، كان بأمر أصلا. يعني الحكم في إيران عنده مشكلة مع نفسه، أنا أقصد الأقلية الفارسية في إيران. أقلية الفارسية؟ الأقلية، لأن الفرس أقلية في إيران. وعندها مشكلة، مشكلتها مع الحضارة العربية الإسلامية. وقرنين ثلاث قرون من الصراع مع الدولة العثمانية الأتراك من جهة، ومع الأفغان من جهة ثانية. ولا ننسى يعني إنه إيران احتلت من قبل الأفغان. هذا الإشكال الذي يجب أن يعني مثقفين إيران هاي العقدة الفارسية وعلمانيين إحنا لما نقول ماذا نقصد بالعقدة على إيران كدولة وعلى من ينتمون للحضارة الفارسية أن يقوموا بعملية مصالحة مع النفس، تصالح مع النفس، التصالح مع التاريخ. هذا الذي حدث تاريخيا بأن الإسلام هذه مشكلة أزلية بالنسبة لإيران. أنا اللي يهمني إن إحنا فاللي حدث طبعا أصل التيار الأصولي هو فارسي. أنا أشكرك إن أنت يعني رجعتيني لموضوع المدرسة الإخبارية. الذي حدث طبعا أنه ضمن مشروع طويل ابتدأ من بداية القرن العشرين وانتهى إلى أن الآن المدرسة الإخبارية مدرسة أقلية بين الشيعة العرب، والسائد هي المدرسة الأصولية التي ترتكز على ولاية الفقيه كأساس الموضوع هذا. يعني يكفينا على موضوع المقلد الحي. أي هذا الفرق اللي بينها وبين طبعاً. المدرسة الإخبارية نعم. اللي ممكن يقلدون، وهي كما طرحت أنا هي ضمن شبكة كبيرة من التراتبية الموجودة تبدأ من المقلدين وتنتهي بالفقيه الذي يجب أن يطاع بشكل كهنوتي. المدرسة الإخبارية السابقة اللي كانت موجودة في البحرين كانت منتشرة هي الغالب على السائد. لما دخل التيار الأصولي في البحرين تذكرت في دراستك، وهي على فكرة نشرت في جريدة الأيام قبل يمكن أسبوعين ثلاثة كذي من أوائل شهر خمسة، ذكرت أن دخول التيار الأصولي للبحرين لقى مقاومة في البداية من الشيعة من البحارنة، ما قبلوا في البداية، كان في مقاومة له. ذكر لنا هاي الحوادث اللي ذكرتها أنت والأمثلة. والله يعني يذكر كثير من الأصدقاء والزملاء والإخوان بين البحارنة والعجم حكايات مريرة
كيف تم هذا الاختطاف في بدايته في أوائل الثمانينات، وكيف لعبت أسماء كالهادي المدرسي لما جاء البحرين على سبيل المثال، كيف استطاع عبر سنوات من إقامته أن ينظم مجموعات وتقوم بمحاولات عديدة على سبيل المثال فقط للاستيلاء على مأتم العجم الكبير، وهو من أقدم المآتم الموجودة في البحرين، ومحاولة الإطاحة بالنخبة التقليدية الموجودة التي يشهد لها تاريخها دائما بولائها للبحرين ولحكام البحرين من الخليفة، والتي رفضت على مدى وإلى الآن مأتم العجم، المأتم الآن من بين المآتم البحرين الذي لا تحمل جدران مأتمه أي صور تنتمي لقيادات دينية خارج البحرين. هذا الشيء الملفت للنظر طبعا، لكن لننتبه لشغلة، أنه في بداية الثمانينات عندما جرى الإطاحة بالقيادة التقليدية للمأتم العجم، في نفس اليوم الذي تم الاستيلاء على المأتم رفعت ونصبت هذه الصور للقيادات الدينية التي لا تنتمي إلها البحرين بشيء، ولا ينتمي إلها شيعة البحرين أو عجم البحرين بشيء. وظلت المناكفات والصراعات الموجودة المريرة سنوات طويلة إلى ما استطاعوا أن يصدوا هذه الحركة، وإحنا كلنا نعرف أنه الهادي المدرسي كان يقف وراء الحركة الانقلابية التي كانت موجودة في الثمانينات. في الثمانينات، والشر الموجود الذي نعيش الآن هذا الرجل واللي زرع بذرته، وبالذات الحركة الشيرازية بالذات الحركة الشيرازية التي انتقلت بعد ذلك بين البحارنة، يعني كلها مستجدات. هذه هي ضمن عملية الاختطاف التي تمت للطائفة الشيعية. حتى من البحارنة كان في مقاومة، يعني من خط المدني. طبيعة الحال احنا ما ذكرنا يعني نعم العصفور. طبيعة الحال يعني هم يعني بتلاحظين العجم والبحارنة، وعلى فكرة للمعلومية فقط ان حتى العجم ما لهم علاقة أجيالهم الأولى أي صلة بمدرسة المدرسة الأصولية وولاية الفقيه. مرجعياتهم ومقلدينهم موجودين أحياء ويستشيرونهم. الذي تم هذا الاختطاف في بداية الثمانينات طبعا تم بسكيل بمدى أوسع أيضا من بين البحارنة باعتبارهم سكانيا وعددا أكثر من العجم، وضمن هالتفريخ السياسي الذي تم بتكوينات سياسية مختلفة إلى آخره، إلى أن تمت طبعا محاولات كثيرة للتصدي لهذه الحركة التي أرادت واستطاعت مع الأسف الشديد اختطاف هذه الطائفة. طبعا ذكرت أنا من بين المحاولات اللي تمت في البحرين من شكل من أشكال المقاومات تجربة المرحوم سليمان المدني وشقيق الله يرحمه أيضا عبد الله المدني يمكن في مرحلة أبكر، وتجارب أخرى موجودة في قرى ومدن البحرين وربما حتى في السنتين ثلاث سنوات الأخيرة إلى الآن الصراع موجود ترى يعني. في جهود كثيرة لمحاولة التصدي، وحتى مواتم المنامة بالذات البحارنة شهدت المآتم ذي يعني شد وجذب بين محاولات الهيمنة على هذه المآتم وتزجبها في هذا القطار المنفلت الأعمى. حتى أحد المآتم حرق، يعني اللي هو مأتم القائم ذكرت نعم. أنت يعني نعم. والآن كتابات الأستاذ حسن عبد الله المدني نعم منشورة في هالأيام هذه تذكر بهذا التاريخ، يعني ومحسن الشيخ محسن العصفور أيضا بعد ذكر ذلك في كتاباته في يعني حلقة. أعتقد كتابات نعم الأخ حسن بن عبد الله المدني وكتابات الأستاذ زميلنا وصديقنا الأستاذ عقيل سوار يعني فيه من القصص ما يشيب الرأس إلى الزج بهذه المكونين في محاولة قسرية ضد المكون الأول
الأول ليس ترتيبا ضد مكون العرب السنة وضد الدولة وضد مؤسساته وضد مشاريع استنزاف الدولة كما تتم من قبل أحزاب مسيسة في لبنان طيب أو في العراق. هذا مذهب ديني، كيف ممكن يؤثر على هوية أو يؤثر على سياسة؟ يعني هو مذهب ديني يفترض فيه أن أنا دائما يقول لك إحنا نرفع صور الرموز الدينية في إيران لارتباط عاطفي أو والتقليد هو تقليد في مسائل دينية فقط. كيف ممكن يؤثر هذا المذهب على بداية على الهوية؟ هذا غير صحيح. هو الذي يتم الآن منذ الثورة الإيرانية في إيران محاولة استبدال الانتماء العربي للشيعة العرب بانتماء وهوية أخرى دينية غير قومية، انتماء عابر للأوطان عابر للقوميات. اي بس شلون يعني انا شيعي من بدايتي، انا شيعي ولدت من اب وام شيعي. بدأت يعني تعطى يعني، خلينا نذكر ايضا يعني تجارب الحركه الاسلاميه ايضا في الوطن السنية. العربي نعم يعني مع الاسف الشديد، والحمد لله ان كثير من المراجعات قد تمت من قبل الحركة الإسلامية السنية، أن أيضا في كلنا نذكر جيدا أن في الثمانينات تم يعني التساؤل في مشروعية الانتماء العربي، وبدأت أسماء وأعلام في الحضارة والانتماء العربي هي محل ازدراء ومحاولة وضع الانتماء الديني كأولوية في الهوية على أي انتماء. بالفعل نبهتني يعني رجعوا شباب من أفغانستان يلبسون الثياب البنجاب والثياب الأفغانية. يعني احنا كلنا سمعنا عن كثير من المحاولات التي تتم فيها محاربة، مثلا على سبيل المثال محاربة تحية العلم في المدارس في دولة الإمارات على سبيل المثال في الثمانينات، حتى هني دكتور وحتى يعني في البحرين كانوا يعني الطلبة يعانون في المدارس وأيضاً أسماء هامة وأعلام في الأدب والفكر العربي والموسيقى والقناء العربي قد تم محاولة محيها من ذاكرة الجيل المعاصر أو الأبناء والأجيال المعاصرة. ربما ذي أتت الأيام لتثبت للحركة الإسلامية السنية كم كان هذا خطير، على ليس على الوجود العربي الأمة العربية أو الوجود عفوا السياسي والاستراتيجي على الأمة العربية، ولكن وجود على الحركة نفسها. صح. وتمت عملية مراجعة كبيرة في هذا الموضوع، والله الحمد المراجعة ذي كان لها دور كبير في إعادة إصلاح الخطاب الديني السنية. يعني احنا ما ادري ليش نقطع نفس المسار مره اخرى، يعني ونطيح في نفس الحفره الان. نعم. الشباب الشيعة نعم. عندهم انبهار بالتجربه الايرانيه ويعني صار اختلاط الديني بالسياسي في هذه التجربه. نعم. وشفنا شباب يعني دخول درع الجزيرة كان بالنسبة لهم كأن دخول أجنبي وقيل. نعم. هذه بصراحة يعني عندهم الانتماء أو الصورة أو التواصل حتى مع قناة العالم. نعم. كأن يعني خط مفتوح أو تواصل مع انتماء مسترسل من هنا إلى هنا، لكن درع الجزيرة كان بالنسبة لهم أجنبي. كيف انقلب وهذا الشيعي هو يعني عربي أصيل يرى في المملكة العربية السعودية عنصر أجنبي لكنه يتواصل مع قناة العالم وكأنه يتواصل مع قناته الخاصة؟ هذا هو مشروع الاختطاف الكبير. واحدة من مآسيه الكبيرة اللي يجب أن يعني الناس تناقشها بقدر كبير من التأمل والموضوعية ووضع حلول عملية في الموضوع ذي، هو نفس مرت العشر سنوات دائما في هناك شكوى عن وجود تمييز. صح. وهذا التمييز في الوظائف وتمييز معرف في مناحي كثيرة. طيب عدم التمييز يتطلب وجود مواطنة حقة
والمواطن الحق فيه واجبات وفيه حقوق. واحدة من